مساء الخير تونس، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من شكرا على الحضور. مساء الخير يوسف الوسلاتي، عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ضيفي هذا المساء. شكرا على الحضور، أهلا وسهلا. أهلا بك يوسف، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. أيضا مساء الخير لشادي حماس، رئيس اتحاد شغالين شبان، مرحبا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. بعد شوية يوسف باش نحكيو على الإعلام. لحمة الكرومة ديما مذمومة، ومن الجميع، يعني الجبهة تقول مثلا أعلام مأجور وسياسيين معناها يهاجموا فينا، الحكومة، الرئيس. هل الإعلام هذا هل هو الشماعة، وهل النقابة وجهة نظر في طريقة تعاطي الإعلام مع الأزمات، وقت الأزمات هل أنه الإعلام يحسن التعامل معها؟ مطلوب منه أنه يغطي كل شيء، مطلوب منه أنه الناس اللي يعانوا برشا حس ما يعيط لهمش، ومطلوب منه انه معناها ما يغطي، فما حاجات يخباهم ما يغطيهمش. نحكيو في هذا من بعد شويه. شادي حماس بحذنا على خاطر رد على كلام قالوا اياد الدهماني حول مقترح نتاعكم اللي هو ما تسميه انتم بصندوق البطاله. تقترحوا اقتراح، فمشكون قال عليه غريب نوعا ما، انه دينار دينار من كل موظف نحطوهم في الصندوق هذا ومن بعد نعطيهم للبطاله. نحكيو فيه بعد قليل. زميل حسن بن عثمان، مسيك بالخير. اهلا وسهلا اخويا ابو بكر، شكرا على الحضور. هذه المفروض نزيدها يعني سو تيتر ولي سير تيتر، قولوا يعني بث تجريبي، بث تجريبي من حيث انه هنا وقتنا يمشي ويجي. كل جماعه تعمل فيها الملاحظه هكا، وكل جماعه فما برمجه احسن. يا حبيبي راهي المواعيد والمواقيت والاشياء هذه تعدي وبين 9 و10، راه ما نجموش الحصه هذه تكون عندها شخصيه او متابعين او شيء من هذا القبيل يا ابو بكر يا حبيب الله، الا حين تكون عندها مواعيد يعني ثابته ومقدسه. الناس ما همش قاعدين. اسمعني يا حبيبي، اسمعني، هذا اعتباطي، هذا يتسمى اعتباط. لماذا؟ لانه اللي يحب يشاهدك عنده وقت ثمين ويزم يعمل معك اذا كان حتى مع المال. عليهم اللي يتبعوا فينا الكل، وبارك الله فيكم يتبعوا فينا ان شاء الله. شويه شويه مع ابو بكر والاداره العامه للتلفزه في كل الاوقات اللي نجوا فيها. ليه ساعات تصير حاجات؟ ساعات تصير لو اجاك خطاب، لو اجاك ماتش كوره، يا ولدي لو جاك ما فهمناش، لو اخبار يا ولدي. اسمعني اسمعني اسمعني، هذا الارتجال والعيش يعني على الحافه والعيش على المؤقت والانتقالي ماهوش ممكن. راهو لابد ان نستقر ويجي حتى ترى احنا مستقر. اعذر لي حبيبي، نحن بكري كيجينا خطاب قبل الثوره يلزم تبدل كل شيء. توا يعمل الرئيس خطاب واللي ما يعملش ساعات الاخبار العاشر. تلفزات، كل التلفزات المحترمه تبدل في العالم، الامور يا حبيبي، يعمل مواقيت حقيقيه. الله يخلي لي خويا، سلام الله عليه. البرامج به زينه، مساء الخير. دخل في الموضوع طول يعني من غير مقدمه. مرحبا بك زينه الزيدي. باش نبداو مع شادي الحماس، وباش نرجعوا للتصريح اللي قالوا اياد الدهماني كان ضيفنا يوم الاثنين. نبداو معك زينه. أكثر من مقترح، أما تسمية واحدة منحة البطالة، وكما كان يقول أبو بكر نهار الاثنين في الحلقة اللي فاتت كان ضيفنا نائب إياد الدهماني اللي كان إنفي وجود مقترح فيما يتعلق بمنحة البطالة متقدمة من اتحاد الشغالين الشبان. عندكم مقترح كان قدمته منظمة من المنظمات فيما يتعلق بمنحة بطالة متاع 200 دينار، دونك ما ترجعش للدولة، الاقتطاع يكون من شهرية الموظفين اللي وافقوا انهم يتبرعوا بدينار شهريا. هذا مقترح موجود، انتم ما عملتوا فيه حتى شيء، لا ناقشتوه، لا عرضتوه، لا حتى صدق، معناها ما وصلناش لكم تصدق. كان في مجلس التأسيسي والتأسيسي رحلوا المجلس النواب، ولا اليوم ما فماش الحكاية. قد عاطينا على العمل قد الموظفين في الإدارة معناها. اي معناها مشاريع القوانين عندهم استعداد انه يتبرعوا دينار من يتم اقتطاع. ايه مشاريع القوانين راهو يتقدمها الحكومه، يقدموها 10 نواب. احنا الى الحد الان ما عندناش مشروع القانون هذا اللي تحكي عليه، ما فماش، لا قدموه 10 نواب ولا قدمته الحكومه. من حتى البطاله هي الحل لازمه التشغيل اليوم؟ سؤالي ليك سي شادلي. شكرا على الاستضافه. خلينا نذكر السيد اياد الدهماني. ذكر انك انت طلبت الرد على ما قالوا اياد الدهماني في يوم الاثنين الماضي. هو اللي قالوا اياد الدهماني واضح، انت ايش تحب تقول تو؟ خلينا نناقشوك شويه في الموضوع هذا نتاع صندوق البطاله. طيب بالنسبه للصندوق، المشروع قانون صندوق البطاله هذا موجود منذ 26 ابريل 2013، موجود في مجلس التاسيسي، ثم الان هو في مجلس النواب الشعب. في الوقت هذاك انضاوا عليه اكثر من 10 نواب، من بينهم الاستاذ
سامي عبو ويمينة الزغلامي. أنا نحب نقول اللي صندوق هذا خلينا نفسروه. أمضاوا عليه ولا قدموه؟ أمضاوا عليه وقدموه، موجود مبادرة، ويبدو أنه السيد إياد دهماني لم يطلع أو غير ملم في الحقيقة بالمشاريع قوانين. لو كان رجع المشاريع قوانين راه لقى المشروع هذا اللي هو موجود منذ 3 سنوات. مع الأسف أنا نقول مثل نواب الشعب يزم يطلعوا على كل القوانين، وهذا قانون معناته هام مهم جدا. وما تمش اي، انا اعتقد اليوم المشكل والحل اليوم اللي راه نطرحه، انه اليوم الناس كل تحكي على التنميه، الناس كل تحكي على الاستثمارات، الناس كل تحكي حتى ربما بعض اللي جبدوا منحه امل الراي تعطي كان جزء من العاطلين على العمل. يعني اذا اليوم عندنا 800 بطال راه ينفع منها كان 200، يعني لاصحاب شهاده العليا، ويستثني من ذلك اصحاب اللي هما معناته قراء وما عندهمش شهاده. فاحنا خلينا نقولوا اللي مشروع قانون صندوق البطاله، خلينا نفسروا ساعه للراي العام شنو هالمشروع هذا. المشروع قلنا دينار كل تونسي سواء كان ذلك في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص. تقول لي غريب، البعض يقولوا غريب، أنا الحقيقة نستغرب من اللي يستغرب، لأنه إذا اليوم التونسي يعطي دينار سواء كان ذلك في الوظيفة العمومية عملت حسبة أو في القطاع الخاص. هبش نكمل لك عاد، لا عمل حسبة قبل ما تكمل، ما تقفش هو الحسبة كده، هبش نكمل لك عاد، هبش نكمل لك قداش عنا من موظف. هبش نكمل اليوم عنا قرابة 4.5 ملايين موظف، معناش 4.5 ملايين خويا أبو بكر، احنا كي نقولوا أببري ما بين 4 ملايين و500، وقت اللي ناخذوا احنا ما بين الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، إذا العام نحيوله دينار والموظف نحيوله 2000 والإطار نحيوله 3000، ثم نحيوله إذا عجبتني الجملة، لا نحيوله، لا احنا 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 نقوله معناتها بصفة معناتها غير إجباري، معناتها بصفة تبرعية، ثم نسبة معينة تعطيها الحكومة، تعطيها الدولة نسبة من الميزانية، وكحكي عليها رئيس الجمهورية قال نحيو هذا من هذا، ويحكي على هذه، يحكي وأنه لا مش يعني يقصد هو مش يحكي هذا، ولكن يقصد شيقول، يقول لك نحيو من الميزانية من جهة ونعطيه ونحطوها في العاطلين على العمل، وهذا اللي احنا ركزنا عليه وقلنا يلزم جزء من ميزانية البلاد لازمها تتعطى للعاطلين على العمل. لانك اليوم انت وقت تقول استثمار، الاستثمار يقعد 3 سنوات، الاستثمار اليوم يقعد 3 سنوات، اليوم وقت تقول تحب تحل معمل، المعمل وحده شد 5-6-7 شهور، زيدوا انت باش تندب 7-8-9 شهور اخرين، اي هاك العاطل اللي يقوم الصباح ما يلقاش قهوه، ما يلقاش دخان، ما يلقاش باش يمشي تراه، وبربي فكره بربي بين ظفرين خويا ابو بكر، ثم ناس تقول لك يا خويا تعطيهم منحه بطاله ما عادش يخدموا، يا ولدي ما ثماش خدمه، وين باش يخدم ساعه؟ خلينا نتفقوا ساعه وين باش يخدم؟ هو اصلا ما ثماش خدمه، دونك احنا خلينا نوضحوا للراي العام، نرجع لا انا مش نحاسبك بالورقه والستيلو، 3 ملايين ما زلت عاد بستنى، لحظه برك شادي لحظه، تفضل والله ساعات فما حاجه فيها استغباء، تفضل لا تفضل كمل، اسمح لي تفضل. 3 ملايين و500 واحد نجموا يتبرعوا، لو فرضنا سيدي تقول 4 ملايين ونص مش كل مش يتبرعوا سيدي، برا نقول نمشي معاك 3 ملايين و500 باهي، كل واحد في المعدل 2000 مش يطلع كل واحد هكا، ولا واحد دينار واحد 2000 واحد 3 بالضبط باهيش، قطعوا 2000 فرنك اضرب بربي 3 ملايين و500 شويه، لا عاد لحظه انتظرني، اعطيني 3 ملايين و500 3 ملايين و500 في ال 2000 فرنك خلينا نكمل، لا لحظه اخوي ابو بكر انت وقفت وين 7 مليارات وقفت غادي 7 مليارات في الشهر شويه، لا 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 لحظه اخ ابو بكر خلينا نفسروا، احنا ما نقفوش حد اللي يعطيه دينار و2000 و3000، احنا نواصلوا ساعه شنو اضافه الدوله، الدوله اليوم مش باش تعطي من الميزانيه 1-2 7 مليارات راه ما يصرفوش على اداره، استنى ساعة متفقين، استنى عاد إدارة واحدة لو تسمع خويا أبو بكر خلينا نفسروا للناس، قلنا احنا ثم ميزانية، ثم جزء من ميزانية الدولة باش تعطيه، هذه الأولى، اثنين جزء من ميزانية وزارة التشغيل، شنو قاعد تعمل؟ وزارة التشغيل اليوم تقول لك فرصة عندها آليات تصرف عليها، ما عندهاش ميزانية طايشة وزارة التشغيل، عندها آليات طيب ثم فرصة، وزارة التشغيل اليوم عملت فرصتي تهم كان الناس عندهم تهم الناس اللي ما عندهمش شهادة، لأنه عنده شهادة أنت تقول له تو ساعة تلقى بطال عمره 40 سنة بربي امشي تهمه شو يقول لك؟ يقول لك نكونوا 42-42 سنة ما زلت باش تكونوا باش توجدوا خدمه، اور سي با فري، وهذا فرصتي. لا لا اليوم الحل هو الانسب انك اليوم انت حتى بالحسابيا كتاع الحسابيا تاخذ دوز، انا عطيتك 7 مليارات حسابيا، ما ناخذوش 7 مليارات زيدهم الاضافه نتاع الدوله، الدوله قداش باش تعطي؟ ما عادش باش تعطي، وكان نحكي عليها رئيس الجمهوريه اثنين قداش يا شيخ؟ تو نقول لك عاد لحظه بركه اثنين، خلينا نكمل الناس ما تفرش في الارقام، لا لحظه بركه نتكلم على حاجات، خلينا نزيدوا هذاك نزيدوها جزء، لحظه بركه عاد لحظه برك نزيدوها جزء نتاع وزاره التشغيل، ثم نقطه اخرى مهمه، معناته قانون شويه حطيتوا فيه، ثم نقطه مهمه خلينا نكمل، اش حطيتوا في قانون؟ باش نعطيك في صياغه شنو اللي ثم، اعطيني اش حطيتوا فيه؟ فلوس إيه؟ لا باش نقول لك ما عنديش الرقم قداش بالضبط، لكن لحظه عاد لا موجود النسخه الاصليه موجوده عند الاستاذ سامي عبو، موجود قداش بالضبط بالتدقيق نعطيك بالضبط، لكن ثم رجال اعمال، احنا قلنا اليوم رجال اعمال الهاربين واللي عندهم مشكل نتاع جبايه وكذا يجيو زاد هما يعطيو الاضافه نتاعهم، فلموا احنا هذوما الكل يتحطوا في هالمشروع
القانون. ثم احنا سوي خوي ابو بكر راهو مش نوزعوا الفلوس، لا رد بالك خلينا نتفقوا ساعه في هذه، احنا مش كون قاعد بابا يجي خذ فلوس، لا احنا قلنا ساعه اولا اللي عنده مشروع اللي هو عنده شهاده ويحب يعمل مشروع نعم. في عوضا باش يمشي للبي تي اس اللي باش يطلب عليه، لحظه برك اخوي بكر خلينا نكمل في الجمله هذه برك، بيعود باش يمشي للبي تي اس وباش يقدم 80,000 ورقه حتى باش يعطيها وشوف بعد يا اخو ولا اذا كان عنده شهاده ولا، احنا قلنا نعطيوها له كهيبه، الفلوس هذه اللي باش ياخذها ياخذها هو كهيبه اذا كان عنده مشروع ويخدم ما يرجعش، لانه وقت اللي تعطيه انت تقول له هاو فلوس اخدم اعمل مشروع ما يفشلش، لانه اذا كان باش يرجع طول حاجه خم فيها باش يرجع طول يفشل. واضح واضح يصطح تكون ملاحظه هو الشيء اللي معناه بالتاكيد البادره هذه به من تحس النوايا وطيبه و حد حد حسن النوايا لا وفيها جانب انساني كبير، لكن يلزم تناولها من زوايا اخرى. المنحه اللي عاطينا نعمل راهي حق وهي ليست بدعه، راهي موجوده في الديمقراطيات وموجوده في البلدان اللي عندها نوع من العداله الاجتماعيه، هذا موجود في فرنسا وفي غيرها، لكن الطريقه في انه تم وكانها نوع من التسول هذا راهو غير مقبول، لانه مش مطالبين اولا الموظفين باش يستعيضوا معناها على دور الدوله اختياري. لا اختياري. لا واش نقول لك، لا لا مش الحل، مش هذا الحل، في ان الدوله تتحمل مسؤوليتها تجاه ابنائها لانه هذوما شركاء طيب. في الوطن وبالتالي حل القضيه هذه من باب معناها التبرعات والى ذلك راهي ماهوش الحل للمعطلين عن العمل. انا ملاحظتك على الكلام اللي قاله سي شادي الحماس رئيس اتحاد شغالين سوق الصحه بارك الله فيه ومرحبا به. تبقي انا ما فهمتش شنو الحكايه، ما فهمتش تو خلينا لا تحب نعاود انا خلينا نقول لك علاش ما فهمتش. اه باهي تو فهمنا سي شادي جاي صحح الخونة اياد الدهماني في مجلس النواب انه يعني هو مش مطلع على المقترحات او مشاريع القوانين او الاشياء من هذا القبيل. وهذه مشكلة سي اياد الدهماني ومشكلة الجماعة، ماهيش مشكلتنا نحن ومش مشكلة المشاهدين، هذه لازم ينبهوا عليهم في المجلس يعني القضايا هذه. ثانيا يعني يا اخي انا نقول يعني السيد خونا شادلي امين عام اتحاد الشغالين الشبان، اللهم صل على النبي، وانا لا يعني ما نعرفوش الاتحاد هذا، سمعت فيه مره ولا اثنين الحقيقه تبعت نشاط وهو يهدي في الجوائز. يكرم ويوسم في الناس. اي زميلتك زينه اخذت جائزه في الموضوع. والله زينه زينه تسحق يعطيكم الصحه. لقيت ما تقول به يا اخي انتم نتاع شغالين يا اخي واللي نتاع بطال انتم ساعه، انتم اتحاد واحد قال يعني نتاع شغالين. هذه بادره، هذه بادره خويا اسمع ايز استاذ، هذه بادره يعملها الشغال ولا البطال. وبربي خويا ابو بكر سامحني جوست باش نقص عليك، في سيئات قال معناتها انه يتمروا هذوما عن طريق الاحزاب، لا يقولوا له منظمات النقابيه راه يتمر دون الرجوع الى الاحزاب. باهي واضح. بربي ابو بكر خلي كمل حسن. اي معناها يعني انا بالنسبه لي تو الناس كل هاجت والدوله وما الدوله والدوله كانوا نحكيهم على الغيب يعني. هذه دوله ما نعرفها شنو هي الدوله، راهي نحن الدوله اوسي. يعني ما يتم ما تريه يحبش في البلاد ذاك دوله ايضا. اذا يعني تو راهي نحن في معضله. والناس كل يعني معناها كانه عندنا فقر يعني خيال وفقر مقترحات وشدينا فقط في علكه معينه، والعلكه هذه نعرفها كيما كالتصاور اللي نشوفوه كالبقرة اللي ما عادش فيها حليب، ما عادش كالتضربات القطرات الاخيره أي. اللي خلاهم بن علي وخلى الميزانيه فيها شويه فلوس اوب لهفها جماعه وتو نحن يعني على الحيطه واللي على الحابيطه واللي على الحصيره. عندك زينه سؤالك. نحب سامحوني نحب نفهم منك تتكلم بكل ثقه قبيله وتقول ياخذوا من عند الموظفين دينار واللي اكثر شويه حسب الشهريه 2000 و3000، انتم استشرتوا وسالتوا عندكم موافقه اصلا من موظفين قابلين انهم يتبرعوا مبدئيا؟ لا 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 شنو يفرضوا عليهم؟ لا لا مش فرض. لا لا اخوي لا مفيش فرض. هو اختياري، هو اختياري. انا ما نتصورش اليوم كل عائله في تونس فيها بطال، اليوم وكان تعمل عمليه حسابيه كل دار اللي بتدخل لها تلقى بطال، ما نتصورش انا هالعائله هذه ما يتبرعوش بدينار. مش تصور مش تصور، فما عبيد ما تحبش حتى اللي يخلص مليار ونص. الدوله ما تبرعش، الدوله ما تبرعش. لا الدوله تكلم برئيس الجمهوريه تو تكلم، احنا انا ركزت على كلمه قالها. انا سؤالي قال هات ناخذوا من الميزانيه من هنا نعطيوها البطاله. نعطيهم في الاستثمار مش نعطيهم، مش مدوها لهم فلوس. إيه انا اي احنا يدخل في الاستثمار. لا لا احنا نعطيه ديريكت اللي لا عنده مشروع ولا هو ينجم يعمل مشروع ولا اصلا هو قرا. قبل الكلمه اللي كنت تحكي عليها انت قلت عندكم 3 سنين من اللي عرفته معناها من 3 سنين 3 سنوات هو موجود. قاعدين تسالوا قاعدين كل عام تسالوا العبيد وتسالوا في الموظفين وعاملين استشاره ولا عندكم ناس؟ هذا هذا سؤال وجيز يا خويا بكر، خلينا نجاوب على هذا سؤال وجيز جدا. انا الحقيقه جاوبنا لسنين. اي باهي. انا حكيت هذه المنحة والهدايا والعطايا
التي معناها هي ساكنة تفكير الجميع، راهو مش باهية لتكوين الإنسان الكائن البشري. يا أخي إنسان خدم معطيها لقاء خدمته، تعطيه خدمة ما يستطيع يخدم أي يا سيدي يا سيدي عم قولك وين هذا يشد ساعة يسعى طرقات وين يشد وين في بلاده في قريته في البلاصة ما تعطيه يعني الدولة التي تعطي أنت ماكش عايش في روسيا اسمعني ربي لحظة وين يخدم وين يخدم ما تعطيه عم قولك احكي لك البلاد هذه بكلها خدمة البلاد ما تعطيه يخدم البلاد بكلها خدمة وين باش يخدم يا ودي البلاد بكلها خدمة معقولة البلاد بكلها خدمة صحيح البلاد بكلها خدمة موسمية وغير موسمية وين في كل بلاصه انا خويا عندنا الاف بطاله يودي كان تعمل حمله يعني مدفوعه الاجر باش خدمهم فما بطاله ما حبوش يخدم يا ربي ربي سيمري موجود موجود فما بطاله ما حبوش يخدم ليه ذا خويا هذا موجود واحنا قلنا الناس اللي ما تخدمش هذيا وقت اللي يدعي تعطيه منحه وتلقى له خدمه او هو يلقى هذا حلول العجزه تتنحى الذين لا حلول لهم شكرا انما جيبهم يخدموا يتعلق على المؤسسات قول لنا وين يا خويا خلاص قول لنا وين شكرا 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 لك حسن بارك الله فيك بارك الله فيك سي شادي الحماس رئيس الاتحاد الشغالين الشبان جيت ووضحت وجهة النظر بتاعك في رد على كلام قالوا يا الدهماني بارك الله فيك شكرا تصريح الموالي والصور الموالية زينة في تونس 2019 ما زال فما ظاهرة انقطاع المبكر على الدراسة خاصة في الجهات الداخلية نهار الاثنين اللي تعدى في مدرسة الخضرة في معتمدي جندوبة الشمالية الأولياء قرروا أنهم يمنعوا أولادهم يمشيوا يقراوا بسبب تردي البنية التحتية في الفيديو في الفيديو اللي باش تشوفوه تويكا باش تفهموا أكثر الوضعية اللي نحكيوا عليها حتى فوق البهيم البهيم بركبينا ما نجمنيش حتى مش نمشوا للسبيطار ولا اي حكايه ما نجموش الناس اللي يتفرجوا فيه نطلب منكم تقدوا لنا الطريق وتقدوا لنا الطريق وباش ما عادش الجوب غارق على خاطر نحنا كي نجوب باش ندخل باش نجوب باش ندخل المدرسه نكونوا كلنا تعبين ما نجموش نركزوا سمعوا المره اللي فاتت بوزير التربيه يعني جابوا يعني الموس وجو يقارقش جو قرقش خلوا هكاك إيه ما جيش بجد الطارق يخلوا هكاك ومشوا الأرواح هذا ريبورتاج من قناة تيانين أما سؤالي لك أنت ذكرني أنه لسه دول مش قاعدين يمشيوا يقراوا زينة من هالاثنين مدرسة على خاطر ما نجموش يوصلوا المكتب خاطر كما كنتوا تشوفوا في الكياسات وناس تمشي سامحوني في الكلمة متمرمدين حالتهم وناس مبلولة كيفاش صغيرات باش نجموا يقراوا وين هذا بالضبط هذا في معتمدي جندوبة الشمالية وهذه كا كانوا في هوني حتى في العاصمة عم ناول عدينا تصاور من رواد عدينا تصاور من ولاية منوبة في أكثر من جهات في أكثر من بلايص أصعب من هكا فما اللي يتذكر وحيد الغربي اللي عم مش تصورت واللي تعدت باش ما نترز الوطن الناس اللي يمشيوا على كل الواحد على سلوم معناها كل حبال واللي تعدى في وسط المكتب بياجوره باش نجم يتعدى صف هكا بالياجور وياجور اللي كل كيما ترات مع عبيد من هالثيمة تقراش معنى انقطاع مبكر على الدراسه شنو ذنبهم صغيرات كيف ما هكا انهم يكونوا ضحيه الوضع الاجتماعي والوضع البنيه التحتيه يا يوسف اشكر التعليق على هو معناها بصراحه من الواضح توا شفنا برشا مبادرات ولكن كما كنا نتحدث على 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 التشغيل منذ قليل راهو اذا كان الدوله ما تتحملش مسؤوليتها في تجديد البنيه الاساسيه للمؤسسات التربويه ما نجموش نتحدثوا على الاصلاح اذا كان مش نقعدوا وننتظروا مجموعه من الاولياء يقوموا ببعض المبادرات الى اخره من اجل الاصلاحات وما الى ذلك راهو هذا ماهوش مش هذا اللي باش يصلح التعليم المدارس نتاعنا اليوم في حاجه تجديد اذا كان تجديد كبير 97% في ميزانيه وزاره التربيه اللي قيمتها 4 مليارات واش 4000 واش المليار 97% للأجور والبقية البنية الأساسية اللي اهترأت ونعرف أنها قديمة من جهة تحدث على الأجور بطبيعة الحال نجم تجاوب منين الفلوس حتى حد اليوم عنده إجابة الفلوس منين لا يعني منين الفلوس الناس كل تطلب هات 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 فلوس منين أنا تو ربما أنه وقت اللي ندخله سواء كان الحديث على التشغيل ولا على التمويل بصفة عامة القضية مش قضية تمويل قضية تمويل لا قضية سياسة نتاع دولة حتى قضية وخيارات قبل ما تكون قضية تمويل لأنك أنت تاخذ تدين من أجل الأجور الدين إذن من أجل خلق مشاريع تخلق الثروة
دين من اجل ذلك. ويزم تكون عندك سياسه في هذا المجال، عندك رؤيه وتصور. اما انك تدين من اجل انك تخلص الناس وتعطيهم باش يعيشوا، بطبيعه الحال انت تغرق في البلاد، والمعضله الاساسيه ليست هي معضله رؤيه وتصور لاداره الشان العام ولكيفيه تصرف الاموال معناها العموميه، مش قضيه منين نجيبهم الفلوس. انا نكونش معك مباشره. سمح لي، لو كان من 2011 4 او تقريبا 5 مليار اضافيه، سيدي مش 5 3 مليار، هما تقريبا 4 مليار دينار تزادوا في الوظيفه العموميه، زيادات كان هذوما مشاو الى التنميه، كان نشوفوا صوره جديده اليوم. خلينا نعكس هنا الصوره، نرجع ل 2011 ونقولوا ونقيموا من 2011. انا نمشي معاك لاني عندك حاجه تحب تمشي لها. لا لا سؤال هو، ولو حتى في الشارع يقولوا فيه كان 4000 مليار مشاو للتنميه، ما مشاوش للزيادات، والناس الكل اقتنعت وكانت قنوعه وقالت بون. كيفاش تقتنع الناس بالزيادات وهي غير قادره على المعيشه؟ هو السؤال الاولاني. لا نفسكوا يا ابو بكر، العائلات المعدمه نكمل. 25% ثم عائلات معدمه، والحلول ما تكونش على حساب الاجراء وغيرها. ما فما خيارات، هاو باش نقول لك الخيارات كيفاش نجم تكون. احنا مشينا في خلق أولاً نسبه النمو بالاستهلاك، هذا فاش مشينا. المعادله نتاعي يا اما باش نزيد في الاجور، واما باش نشغل وغير قادر نزيد في الاجور لاني ما نجمش نعطي اموال اخرى لانه ثم احتياجات في مجال التشغيل واحتياجات في مجال البنيه الاساسيه. لا، التعاطي مع المساله بالطريقه هذه راهو ماشي ايضا معناها الدوله ما تفكرش كيما هكا. الدول والحضارات لا الشعب. الدول والحضارات راهي لا تبنى بهذه الكيفيه. وقت اللي انت عندك موظفين اللي غير قادرين، في الطاقه الشرائيه نتاعهم تدهورت بشكل معناها، ما انا مش باش نحكي لك عليه هذا، مش باش نقول لك غلاء المعيشه وما الى ذلك. الاصلاحات اللي كان المفروض تقوم بها الدوله من اجل اذا كانت تحب تنقص في الزيادات، كان المفروض على الاقل وانه الدوله بصوره مباشره تتوجه الى المسالك نتاع التوزيع في المجال التجاري، انها ترخص في اسعار الغلال واسعار الخضر واسعار اللحوم اللي اليوم ماهوش مستفادين منها الفلاحين، مستفادين منها المحتكرين. كان بمقدور الدوله انها نعم. انها تتوجه الى هذا المجال وتقوم باصلاحات عميقه بهذا المجال. طيب. حتى تكون فيما بعد ما نكملك فقدته، لانه انا نسمع في بعض الاحيان حتى مواطنين يسالوا هذا ويتحدثوا عن لا 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 عندك الحق مشروع هذا، ولكن معالجتها بالكيفيه هذا يا اما هذا او هذا، هذا في الحقيقه غير مقبول. الاجراء من حقهم زيادات، وزيادات مجزيه ومحترمه. نعم. لانه قامت الثوره من اجل هذا وتدورت مقرتهم الشرعيه. العاطلين عن العمل والفئات المهمشه اللي تعيش في اوضاع صعيبه ايضا من حقها التنميه ومن حقها كذلك الحصول على امتيازات. بارك الله فيك اخوي يوسف، انا الحقيقه معك يعني خاصه في المستوى النظري في دور الدوله. المشكلة هي كأنه نحن بقينا أيتام الدولة وانهار الكل نوحوا على الدولة. يعني أصدقائنا وساسيين وكذا اللي تسمعوا يندب الدولة الدولة يا أخي، هي المشكلة وين؟ الدولة هي الآن أصبحت عالة على نفسها وعالة على الآخرين. وأنا مع يوسف تماما، وقت اللي تأخذ فلوس من برا ما هو تأخذهم باش تستثمر أخي، باش يقتسموهم العصابات كيما يعني يدخل البلاد. إنما المعطى الجديد نحن بعد الثورة، يعني يعرف يوسف عندنا ولت عندنا 18,000 جمعيه خيريه اهليه، منهم 10,000 جدد بعد الثوره، اكثر من اللي كان عندنا. هؤلاء الناس وهذه الجمعيات هذول شنو دورهم؟ نحن تو هذه حلول عاجله، لانه اذا كان احنا نقعدوا نستنوا يعني حكايه الدوله وتدخل الدوله وحسم الدوله ودور الدوله وهل اللغه هذه، سننتظر العفريت او ننتظر يعني معناها الخول والغول والعنقاء والخل الودود. هذه مستحيل، يعني مش حاب اديك يعني من اليوم وغدوه. شكرا. دور المجتمع الاهلي في حلان بعض مسائله الاسعافيه تو راهو ديك احنا نقعدوا نشقشقوا في حكناكنا ونحكيه ونتمنى المستحيلات، سنظل نتمنى اي احسن من الوضعيه نتاع الصغيرات. مش سامحني قطعتك، تو يتبنون. اسمعني، فما عنصر خير في تونس وانا ريت ورأي العين. اسمعني، التوانسه هذولايا كي يظلوا فعلا يحبوا يعملوا الخير ويظلوا مطمئنين وعندهم ثقه في الجهات، يعملوا الخير بطريقه والله لا تخطر على البال. انا ريتها راي عيني في الذهيبه وفي راس جدير. نعم. بما انك تحكي على العمل الخيري احسن، بعد احداث الفوضى والتخريب خاصه اللي كانت مست بعض المراكز الامنيه، تلامذه واولياء قاموا بمبادره لترميم المراكز خاصه في مدرسه سوق لحد في قبالي. تلامذه عملوا صندوق للتبرع باش يرموا المركز هذا كيف كيف في تجروين والقروان. الاولياء كانت عندهم بادره من نوع هذا.
كان هذا المسور على مراكز أمنية بعدد من الجهات عفوا تمت صيانتها، وصور الحقيقة مؤثرة حتى نحكي فيها مع السيد شكري حمادة نطق رسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وضيوفنا. مرحبا بك شكري. مرحبا بكم، أهلا وسهلا وشكرا على الحضور. كريت الصور المواطنين كيفاش اليوم معناها هبه للمساعده، مش البلاصه الاولى، معناها نحكي حكينا على صور مثلا في تجروين، مش كان تجروين برك، الناس اللي مشات تحب تبني المركز وتعاود تدهن، وشنو رايك فيها؟ والله بادره طيبه بالمواطنين. ساعه شكرا على الاستضافه قبل كل شيء. مرحبا بك. وبك اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بادره طيبه بالمواطنين، هذا ما يزيد يدعم كون الثقه متواجده بين المؤسسه الامنيه وافراد الشعب التونسي. لكن نقطة استفهام لنا، مسؤولية من المقرات الأمنية التجهيزات هي مسؤولية الدولة التونسية، مش نرجعوا نحكيوا على الدولة ومسؤولية الدولة. احنا اليوم ممكن هذايا قبل كان داخل في السيستم دي، والسيستم دي هذايا اللي هو كان نقولوا احنا سبب من أسباب عدم استقلالية المؤسسة الأمنية. وقت اللي اليوم في الحالة هذه ثم مواطنين تعاون، ربما ثم مؤسسات أخرى تعاون، اليوم نحكيه على استقلالية، نحكيه على من جمهوري، لابد أن تكون المؤسسة لديها مؤسسة أمنية مختلف أسلاكها، تكون عندها اليوم برنامج واضح في خصوص المقرات والتجهيزات. وهذه هي المشكلة اللي موجودة اليوم، أنه ثم دو بروبليم موجودين في المؤسسة واللي هما من قديم الزمان، السيستم دي ومبدأ سيغريغاسيون التفرقة. اليوم احنا هذا واقع نعيشوه ملموس، مطالبين باش أنه نطوروا، ومطالبين انه باش نوفروا، مطالبين انه باش يكون عندنا مقرات امنيه. ربما سي ابو بكر عديت انت صور اليوم اللي ثم واقع امر من ذلك موجود اليوم على المقرات الامنيه، صور صراحه تخلينا معناها نقولوا احنا وين ماشيين. اذا كان تشوف مركز المذيله اليوم اللي هو عباره على قاعه في وسط منطقه، هي منطقه المتلوي، والقاعه هذه هي عباره على بيرو رئيس المركز، ثم طاوله وكرسي بيرو الاداري، وطاوله وكرسي اللي هو الطريق العمومي. دونك نحن نخدموا في ظروف، والظروف هذه احنا مطالبين باش نتعايشوا معها، وباش نعطيوا حق المواطن من الدوله التونسيه، لانه انا اليوم لازمني نقدم خدمات المواطن التونسي في الجانب الاداري في الجانب العدلي. نشكر التوانسه اليوم على مساندتهم المؤسسه الامنيه. ما تنساش بوبكر اللي عندك اليوم رؤساء وحدات ورؤساء فرق، اللي في النهار يخدم رئيس مركز ورئيس فرقه، ويخدم دهان ويخدم بياض ويخدم الكتريسيان، مطالب ومجبر انه يتعايش مع الوضع اللي احنا فيه، وانه يكون عنده مقر باش ينجم. انا بنحكيو بعد شويه على المطالب على المطالب نتاعكم. حسن، عندك تعليق على الصور هذه اللي تعدات؟ صور والله المواطنين. انا صور يعني بصراحه الامنيين يعني معناها تعرضوا يعني برشا، يعني ربما الثوره هي قامت يعني ضد النظام وضد ايضا رموزه، ورموزه في الميدان هم الامنيين، وتم يعني من الاعتداء والتجاوز على الامنيين بطريقه فظيعه يعني الحقيقه، ويعني ونكل بهم، وناس ماتت وناس ضربت وناس فلقوا لهم الزولات بالحجر وحرقوا مراكز واشياء من هذا القبيل. نحن نقولوا تو ان شاء الله بارك الله في الوعي الجمعي الان كي يتجمع حول يعني اعمال من هذا القبيل، هذا دليل انه وعي انه البلاد تحب تحمي ارواحهم وتحمي مدينتهم وتحمي مكان اقامتهم ومكان سكنهم. هذا هو يوسف. لا، فما حاجه ايجابيه جدا واللي لابد من التنويه به، بلادنا قادرة وشعبنا قادرة على الاستفادة حتى من اللحظات الصعبة اللي مر بها. وأنا بالحق هنا نحب نحيي سواء كان الأمنيين لي أشوف الإيجابيات اللي صارت، اثنين إيجابيات كبار. أولا التعاطي الأمني كان جيد، لأنه شفنا أحداث حرق ونهب وما إلى ذلك، وكان التعاطي الأمني معناه مضرب حتى حد مش حتى حد السبيطار ما زماش واحد تقتل وما إلى ذلك، رغم أنه في داخل كثير من المواطنين، وأنا حتى كنت نتناقش مع معناها مواطنين وعاديين وإلى آخره، اللي يقول لك لا مزيد من الحزم وكذا، لأنه هذوما مجرمة وقطع طرق وما إلى ذلك، ولكن التعاطي كان في مستوى ممتاز. النقطة الثانية الإيجابية أيضا واللي تحسب التجربة نتاع الانتقال الديمقراطي نتاعنا، هو أنه الناس قدرت أنها تضمن حقها في التظاهر وحقها في الاعتصام والتعبير على مطالبها في ظل مخاطر سياسية. نعم. كبيرة، منها الإرهاب ومنها العصابات الإجرامية أيضا، المجرمين وشفناهم أيضا هؤلاء. نعم. الشبان
يمشي ينظفوا في الكياسات وكما المواطنين الاخرين كنا حييناهم اللي اضفن اللي ايضا اللي فرقوا في الحلوى واللي فرقوا في الورود واللي فرقوا في وايضا في الرقاب وفي بعض الجهات نعم. الجهه اللي مات فيها الامني ايضا خرجوا في مظاهرات، هذا شيء جميل والتجربه التونسيه قاعده تتطور وهذا قاعدين نستفيد حتى من الازمات. في الاثناء النقابات الامنيه تحتاج طالبين زياده زياده في عده عناوين تحكينا عليها شكري حماده بعد قليل. في حاله الطوارئ يوم كانت البلاد تمر فيه معناها بتوتر مسيره نحو قصر قرطاج، والرئيس استقبلهم فيما بعد واستجابهم عدة أسئلة حول هذا. خلينا نشوف هذا التقرير. نقابة الأمنية احتجت أمام القصر الرئاسي، تقرير لوحدة الغربي، ونرجع نحكيه مع شكري حمد. دعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان كافة النقابات الأساسية والجهوية تابعة ليه، ومن ضمنها نقابة أمن رئيس الدولة وشخصية رسمية ونقابة أمن إقليم تونس إلى وضع الشارة الحمراء بداية من نهار 2/18 في 2016 احتجاجا على تسويف وعدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب القوات الأمنية، خصوصا بعد فشل جلسة التفاوض اللي انعقدت يوم 12 في الجاري بين النقابات الأمنية ورئاسة الحكومة بعد رفضهم للاتفاق اللي أعلنت عليه الحكومة والمتعلق بزيادة ب 80 دينار. منذ يوم 10 جانفي الجاري انطلق منظور النقابات الأمنية في تنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام الأقاليم والمناطق والإدارات الجهوية والسجون بكامل تراب الجمهورية لتنفيذ مطالبهم. ووجه الهيكل النقابي دعوة واضحة لمنظوريه للشروع في مقاطعة العمل بنظام 12/12 غير مدفوعة الأجر وتنفيذ الإضراب الإداري دون المساس بمصالح المواطنين، وكذلك مقاطعة حملة معلوم الجولان بداية من يوم الخميس 21 جانفي الجاري. وحمل الاتحاد وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عما اعتبره إيقافات عشوائية في صفوف أعوان وكوادر الأمن الوطني على خلفية قضايا إرهابية، وأنه يتم تضحية برجل الأمن ككبش فداء نتيجة هفوات وخروقات صادرة عن أصحاب القرار. ومن بين المطالب الزيادة في الأجور والنقل والعلاج المجاني بالنسبة للمتقاعدين، والترفيع في أجر الساعات الليلية وفي منحة الخطر على أن تتساوى مع قوات الجيش الوطني، كما طالبوا بتسوية المصاري المهني للمعزولين وإقرار تعويضات للأمنيين ممن احترقت منازلهم، وكذلك إقرار منحة العدوى للأسلاك السجنية ومنحة مشقة المهنة باحتساب ساعات إضافية. وشهد يوم الاثنين الفارط 25 جانفي تظاهر ما يقارب 3000 أمني حسب ما نقلته مصادر نقابية أمنية أمام القصر الرئاسي بالعاصمة بسبب رفض رئيس الحكومة الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية. واستقبل رئيس الجمهورية وفد من المحتجين. باش ما يغلطك حتى واحد احلى مقولولك بارك الله فيك وبارك الله في الرجال الموجود هنا. بالنسبه لنا احنا ما مشينا في حتى اي تيار، وياما جاتنا الناس للخيم احزاب منظمات جمعيات وكلها خرجت من الخيمه هذيك. قلنا لهم احنا ولاد الدوله هذه، والدوله هذه احنا هذا المتوقع منكم. هذا هو السيد الرئيس، انا ما مشي غلطوك يقولولك احنا راهو نحبوا ندخلوا البلاد في حيط، هذا مش موجود. احنا عندنا خاطر كبير عندك واحنا ندلوا عليك، وانت شو في مقام البول عزيز، فهمتني؟ هذا شرف لنا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد أفراد قوات الأمن التونسي من شرطة وحرس وطني وأعوان السجون والديوانة والحماية المدنية تقارب 60,000 شخص حاليا. بهين الكلمات اللي قالهم زميلك لرئيس الجمهورية سيد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الداخلية سي نبيل العياري. بداية رئيس الجمهورية يستجيب معناها. تصحيحا لما قلته في الفي تي ار، النقابة الوطنية هي صاحبة هذه الحركة الاحتجاجية وليست نقابة أمنية، وهذا تقرر بعد اجتماع الهيئة النقابية الموسعة بجابس وبدأت من يوم 10 جانفي. احنا علاش وصلنا للدرجة هذه؟ خلينا نحط الموضوع في إطار. سي أبو بكر بعد ما صدر بلاغ عن السيدة رئاسة الحكومة في تاريخ 31/2015، البلاغ هذا يقول انه هنالك منهجيه ستضبط بهدف تحسين الوضع المادي والاجتماعي لابناء المؤسسه الامنيه، وذلك في اطار مشروع متكامل نحكيه على الجانب الاجتماعي والمادي بعنوان 2016. تم مراسلتنا كنقابه وطنيه، وهذه المراسله بتاريخ 11 سبتمبر 2015. المشروع موجود لدى وزاره الداخليه بتاريخ 5 أوت 2015، وهذه المراسلة داخلية، والمراسلة هذه فيها النقاط اللي موجودة في المشروع اللي تو حاليا تقدمت به وزارة الداخلية وطرف آخر تبناه اللي هو طرف نقابي آخر. فيه 6 نقاط. مشروع النقابة الوطنية مشروع شامل
وهو موجود المشروع هذايا فيه امضاءات جل الادارات العامه للمصالح المشتركه وجل الادارات اللي يخص الامر هذايا شان الشؤون القانونيه والنزاعات، الادارات العامه للمصالح المشتركه الجانب المادي، والمشروع هذا متكامل لا يستثني احد، متقاعدين مدمجين بعد الثوره ارامل، والمشروع هذا يتكلم حتى على المعزولين، واحنا الخلاف الاساسي والجوهري في هذا المشروع هو احنا نحكيه على منحة الخطر اللي هي منحة عامة ومنحة قارة في الجراية، نحكيه كيف كيف على منحة الصحراء والحدود، نحكيه على المتقاعد اللي تم استثنائه في القانون الأساسي العام في الفصل 82 ما يتمتعش بمجانية النقل والدواء، الناس هذه أعطت من دمها وأعطت من عرقها البونص. نعم. هذا مشروع متكامل. اليوم بعد ما أصدرت رئيس الحكومة هذا البلاغ وتقول ساقة تحسين الوضع المادي الاجتماعي اللي 2016، ندخل لطاولة المفاوضات نلقى مبدأ آخر، نلقى مبدأ التقسيط وتأجيل التنفيذ وعدم وجود 2016 واستثناء 2017 ما ثماش زياده، دونك 2016 تاخذ شهرين من اكتوبر او حتى سبع اشهر باش تحط لي من جويليا، دونك باش تستثني الناس اللي خدمت من جافي وفيفري ومارس وافريل وماي حتى لجوان، هذوما الناس يستثنيهم المشروع هذا، وبالتالي مشروع غير متكامل. والمبدا الاساسي هو انه احنا العنوان اللي دخلنا به واللي بنينا عليه المشروع نتاعنا بعد ما جات المراسله هذه انه ستكون التحسينات تحسين الوضع المادي بعنوان 2016. هناك تلاعب على مستوى وزارة الداخلية ونتحمل مسؤوليتي بعد ما تلاعب؟ معناها ثم وثيقة سرية تتوجه صح فيها كاتب الدولة ونجموا نشوفوها الكاميرا هاي، وهي تعليمات سيد كاتب الدولة لإدارة العامة المصالح المشتركة، هم النقاط اللي تحطوا ستة نقاط واليوم موجودين في مشروعنا، توجه لي مراسلة بتاريخ 15 سبتمبر بعد ما جاتك أنت من حكومة ما يفيد أنه باش تحسن، توجه لي مراسلة بتاريخ 15 سبتمبر، في المراسلة ذي تقول لي تبني مشروعك على أساس الأخرى للكاميرا كانت تفضل الأخرى اللي قبلها اللي قبلها توجه لي أنا مراسلة بعد ثلاث شهور وتقول لي ابني مشروعك على أساس 2016 باش تحسن الوضع المادي والاجتماعي. نزيد ندخل لطاولة المفاوضات في رئاسة الحكومة نلقى مشروع حاضر مبني من أكتوبر 2016 في اتجاه سنة 2020. هنا وقت هي النقطة الخلافية، هو المبدأ، المبدأ في التفاوض، التفاوض فن، التفاوض منها من نحكيو على بحر يلزمك تجيد السباحه فيه، واحنا صحيح نقابه صفاتيه ومازلنا كيتخنا في 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 نطاق العمل النقابي، بنينا مشروعنا والمشروع اللي حطيناه على الطاوله لقيناه يتعارض مع المبدا العام اللي تم الاعلان به من رئيس الحكومه على طاوله المفاوضات، نلقى روحي 2016 مقسي رفضت المبدا هذا، ثم لقيت مبدا التقسيط ومبدا تاجيل التنفيذ. معنى انا اليوم واضح أنا اليوم صورة. وأنا اليوم واضحة الصورة، واضحة الصورة، واضحة الصورة، واضحة الصورة. شكرا حميد المتخصص باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. نقطة الأولى، هل أنه رئاسة الحكومة أو الحكومة تنجم تعطيك ما لا تملك؟ معناها هي ما عندهاش باش تعطيك، ما تنجمش تعطيك، دونك رئيس الحكومة ولا الحكومة ولا وزير المالية يقول لك نجم نعطيك كان أنا نجم متمكن متأكد أني مش نعطيه لك اللي هو موجود عندي، مش نعطيك أكثر منه. اثنين، أنكم أنتم طالبين 700 مليار زيادة قيمة المطالب نتاعكم تكلف الدولة 700 مليون دينار سنويا، هل هذا ممكن؟ اليوم وقت احنا مازلنا نتسلفوا بالمئة والخمسين وصعوبات حتى باش نتسلفوا اليوم في تونس، دونك هذه الصورة، هذه الوضعية. شكري حماد، هذه الصورة، هذه الواقع اللي نحكيو عليه، هو باش نحكيو على الحقيقة. أي. الواقع هذا واقع ولكن نحكيو على الحقيقة. اليوم أنت كحكومة خرجت بلاغ قلت يا رجال المؤسسة المالية السجنية باش نحسن لك ظروفك في 2016، ثم عرض ثم طلب، انا قدمت طلبت مني باش تبني مشروع، بنيت مشروع حطيت فيه نقاط معينه تتكلف المشروع هذا تكلفه معينه، انا ما طلبتكش في المشروع ككل برمته، ثم نقاط سي ابو بكر لا يمكن التنازل عليه، نعطيك مثلا منحه الخطر هاو باش يبدا في نص 2016. لا لا لا, لا, لا سي ابو بكر، قلت لك ثم نقطه خلافيه في المشروع اللي مشى، منحه الخطر مش موجوده في حتى مشروع لا مشروع وزاره الداخليه ومش موجوده حتى في حسابات الحكومه، على خاطر الحكومه وقت اللي راسلت وزاره الداخليه بالمراسله الداخليه هذه قالت له ابني مشروع والمشروع مبني على منح. أنا نتكلم اليوم على منحة قارة، نتكلم على واقع، منحة الخطر اللي احنا عانينا منها وكانت 20 دينار نعم. تختلف من إطار لغيره، اليوم هي 100 دينار، هل يقبل اليوم؟ هل هو معقول اليوم؟ زوز رجال في الميدان، واحد اليوم يعانيهم من نفس الخطر وحجم الخطر، واحد ياخذ 100 دينار وواحد ياخذ حتى 435 دينار، هذا أمر رئاسي فيما يخص منحة الصحراء والحدود، الرجال اللي موجودة في الصحراء والحدود سي أبو بكر ولازم الناس تعرف سواء كانت حدود شمالية أو حدود جنوبية غربية أو شرقية أو كانت حدود برية. تتمتع من 15 دينار حتى 40 دينار. شو وزميله اللي موجود في الحلقة. تقنع سي شكري، شكون تقنع؟ مش نقنع. شكون تقنع؟ هذا واقع. حد ما نتصورش حد باش يناقشك في هذا، نحكيو على القيمة. هذا هو النقاش سي أبو بكر. نحكيو على القيمة والإمكانيات. هذه قيمة ثابتة سي أبو بكر، ما تنجمش تناقش فيها. لا لا ما تنجمش اليوم تبيز بين زوز موجودين في قيمة المنحة سي شكري.
قيمة المنحة قديش؟ هذا بكر. هذا هذا قلتي نشوف كيما العسكريين هو المبدأ. لا لا هسا أول شيء المبدأ اليوم وعلى علاش وصلنا ونشوفوا في الصورة هذه وتقولوا هذايا اليوم استعرض عضلات موش استعرض عضلات لا لا نحكيوا اليوم اسمعنا هذا في الإعلام وقالوا الناس خليته الميدان وخير كذا لكن أنا هات ناخذ لك الموضوع من زاوية أخرى على علاش وصلنا مشينا للسيد رئيس الجمهورية لأنه على مستوى سلطة الإشراف في وزارة الداخلية ومستوى رئيس الحكومة ما لقيناش حقيقة اللي تم الإعلان عليه ما لقيناهش على الواقع مش سند على الواقع المفضل جاوبكم رئيس الجمهورية وعدكم رئيس الجمهورية لحظة سي بكر قبل أن نحكي على السيد رئيس الجمهورية لحظة سي بكر الحكومة اليوم أنا نسألكم أنتم اللي حاضرين هون الحكومة وعدت وهذه مؤسسة الدولة تضمن في استمرارية الدولة وتعطي في حق المواطن التونسي تقدم له في خدمات إدارية تأمن له في حياته ثم طيب. المؤسسة دي تقدم في خدمات وأحنا اليوم ندفع في أداءات اليوم أنت كيفاش تنظر للحكومة هذه ما تعطيش حق ولادها قبل هذا سي شكري التوقيت شنو اعطيني جاوبوني على السؤال هذا انت اليوم كتونسي شنو باش يكون من ذلك الموضوع هذا باهي التوانسه يدعموكم ويدعموا الامنيين ونعرفوا الامنيين عندهم جزء هام ودور كبير في حمايه البلاد اليوم البلاد في حاله طوارئ وفما كوفغ فو الوضع الراهن ما يسمحش انكم تحتجوا كما كنت تقول انت تو خلينا الميدان ومشيتوا تحتجوا معناها ولا تعملوا مسيره للقصر يظهر لي عدد يظهر لي عدد الامنيين هو ما يقارب على 85000 ماهمش 8000 ولا 7000 اللي جاوا تستغل الوضع لحظه اللي موجودين اليوم اللي جاوا يوم الاثنين هما ناس ماهمش يخدموا وفيهم متقاعدين وفيهم عائلتنا وفيهم ناس كملت خدمتها وجات الصباح جات على خاطر حقوقها اي تعملوا ضغط على الحكومه في الوقت لا انت تعتبره ضغط لكن علاش ما تنظرش انت للموضوع من زاويه اخرى علاش الحكومه ما عطاتش حق للناس هذه علاش الحكومه هذه ما حطتش في حسابها اليوم انه تخصص في الميزانيه بتاع 2016 لم يخصص ولا اي مليم علاش انت اليوم ما تصبروش شويه على الحكومه تعرفوا الوضع الاقتصادي تفضل تسرع الحكومه عندكم مشروع اما تصبروا شويه مش وقته معناها انكم تحتاجوا ولا تعملوا مسيرات ولا تدخلوا في اعتصام مفتوح علاش علاش جل القطاعات اللي موجوده وخذات انا نحكي معك على الوضع الامني مانيش نحكي انا امني وانا موظف وعندك الحق تتكلم فيه كما ذي خاطر انا لست موظفا عموميا لانه انا انسان اليوم تونسي والدستور يضمن لي حقي لكن انا نعطي اليوم تونسي في الواجب فقط والدليل على كلامي هاي بطاقه تعريفي فيها موظف موظف وين وين موظف انا ما انا اليوم تونسي في نطاق اداء الواجب ومع كي نجي نتكلم على حقي ونحكيو نحكيه على امن تونس استقرار تونس هي تراجع علاش توجهتوا لرئيس الجمهوريه سي شكري علاش توجهنا لرئيس الجمهوريه في وقت اللي توجهنا لرئيس الجمهوريه سي وبكر انه تعاقد الحوار مع لحظه لا لا جاوبتنا عليه هذاك في وقت اللي بلاد متوتره ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في إطار وفي وضع أنهم يحاولوا يرجعوا البلاد إلى استقرارها وإلى هدوءها للاستجابة لجماهير أخرى اللي هي مطالبة بالتشغيل وبالتنمية جيوا أنتوما تمشيوا رأسا إلى رئاسة الجمهورية فيش إضعاف لرئاسة الجمهورية هذا؟ سي أبو بكر احنا ما مشيناش رأسا لرئاسة الجمهورية احنا لقينا الحل الاخير هو الالتجاء لرئاسه الجمهوريه علاش سي ابو بكر احنا مش من اليوم احنا تنجموا تاجلوا سي شكرا لحظه عاد احنا من احنا نحكيوا على تحسين الوضع المادي والاجتماعي مش من اليوم ونحكيوا على مشاريع تخص اصلاح المؤسسه الامنيه واصلاح الجانب الاجتماعي لرجال المؤسسه الامنيه مش اليوم نحكيوا على السياسه الصحيه نحكيوا على السياسه السكنيه وبما انه احنا مطالبنا كانت المطلبيه نتاعنا كانت من اوت واحنا طالبنا من اوت قبل لا يصدر البلاغ لرئاسة الحكومة وبالتالي أنا التجأت لرئاسة الجمهورية لأني أنا حتى على مستوى رئاسة الحكومة وجدت مشروعا قلت لك يحكي بالتقسيط ومشروع مؤجل بمعنى نعم. أنه اليوم أنا ما لقيتش حقي كبقيت التوانسة ومن حقي واضح. اليوم باش نطالب أنا كنقابة واضح. ومن حقي باش نكون تونسي والدستور يضمن لي حقي هل أنا تونسي في الواجب فقط يا أبو بكر تونسي. أنت تونسي ما عنديش وعنديش حقوق يا ابو عندك حقوق كيفاش عندي حقوق يا ابو بكر وانا نخدم في 19 ساعه ونخدم في 20 ساعه يومين وانا اليوم نعاني في الخطر ونجابه في الخطر بقيمه مدينه خلي حسن يسال عليك سي شكري شكري تفضل سي حسن هو يبدو لي انه هذا الموضوع غير تلفزي هذا موضوع امني لا من راهو يعني لا مطالب امنيه مش امنيه اي موضوع لا امني لا موضوع امني يا حبيبي شنو مطالب موضوع امني انا حبيت كل راهو اهل مكه ادرى بشعابها الحقيقه مع الجماعه الداخليه يعرفوا امورهم ويعرفوا دنيتهم بالقدا 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 ويعني يعني اكيد يعني اذا كان وعدوا بشيء لابد ان يقع الايفاء بالوعود والعهود هذا ما فماش كلام هذا ما هم وعدوهم بحاجه المفروض ينفذوها لهم انما شكري انا نحب نسالك خليني انا من هذا الموضوع انا برشا شفت برشا يعني ناس يتحدثون باسم النقابات الامنيه كل مره واحد لابس كرافات واحد وانت سيادتك ما احنا لبسك هذه انا ما شفتهاش قبل هذا زي ايه. الاعتصام اه؟ ونحن في اعتصام موجود وعلى الميدان على الميدان وانا صح. مشارك في الاعتصام وبربي مشكور استحسنت جبت الاعتصام لانه احنا علاش ما رفعناش الاعتصام بعد ما قبلنا السيد الجمهوريه البارح في لقاء مع رئاسه الحكومه السيد المفاوض دخلنا طلبنا هاتفين ومشينا له لقينا نفس السياسه هي
كونه الحكومه اليوم مش قادره باش تعطي. على كل حال انا نتصور ولك علاش احنا ما رفعناش التسعه. لا هو شوف يعني هما الباجي قاعد سبسي كما قلنا المره الاخرى يعني هو رجل يعني امني راهو في اصله وفصله وبدايه وجوده ويعرف الموضوع هذا. وانا كي توجهوا له ما يعرف يتكلموا لغه بعضهم راهو السلطه تعرف تتكلم مع بعضها بالجدي بالجدي ويعرفوا كيف يختصروا على انفسهم الطرقات والطريق. ما يعرف هو مشاو لواحد ما يعرف هما كيفاش تتم الامور. انما انا حبيت نسال انتم النقابه يعني عندكم علاقات بالنقابه الاخرى واللي يعني نقابه وحدكم واللي عندكم خلاف؟ لانه تو انا سمعت كان السيد يعني يكلم في السيد الرئيس شو يقول له؟ قال له نحن فما عروض يعني معناها عرضت علينا باش نمشوا بها مع الحزب الفلاني والاتجاه الفلاني والمنظمه الفلانيه والشيء من هذا القبيل. ونحن قالوا نخدموا في الوطن فقط. انتم اللي تخدموا في الوطن وفي الامن وهي النقابات هذه جديده ما عرفوش شكون تابع اصلا لا الاتحاد العام التونسي الشغل لا الاتحاد المدري شكون لا ما نعرفوش تو هذه نحن نتعامل مع شيء جديد في البلاد طارئ علينا. وبرشا ناس يقول لك يا اخي ما فماش الامنيين عندهم نقابات من اصله. وانا اتصور انه من مكاسب هذه الفتره وهذه المرحله وهذه الثوره هو النقابات الامنيه، لانه هذ الناس ايضا يعني كانوا مظلومين من جهتين، مظلومين من جهه الحاكمه اللي يخدموا فيها ومظلومين من جهه الشعب، خاطر سمعتهم يعني ماك تعرف سمعتهم كفني هي، يعني هم مضروبين من منا ومنا ومنا، الحقيقه وهذو وهؤلاء الناس كي نحكيوا على الدوله نحن نحكيوا على هيبتها وهيبتها هي في حركتها في الوجود في وجود المدينه. يوسف خلي اوجه خلي ياسس يوسف بعد هو راه للتوضيح حسب ربما ما نعرفش اذا كان مخت معناها صلحني يبدو لي ان النقابات مشات كل في هذا الا نقابه قرطاج نقابه الامن الرئاسي هي اللي ما مشاتش فقط وبقي شاركوا فيها مختلف تواجدت في قرطاج نقابه الامن الرئاسي لا يبدو لي انا ما شاركتش في التحرك كنقابة لا كنقابة متواجدين كاشخاص ولكن لم يشاركوا على الاقل هذا وفق متابعتنا. ما على كل لا بالتاكيد راهو دور النقابات الامنيه واحنا قلنا انه كان دور مهم جدا. معنا شفنا النقابات الامنيه هذه تحدثت على تحدثت على الامن الموازي تحدثت على الاغتيالات تحدثت على المعسكرات الجهاديه في فترات صعبه وقلنا انه هذا قطاع قاعد يتحرر وبالتاكيد دور هذه النقابات ينجم يكون مهم جدا في تاسيس الامن الجمهوري. انا بصرف النظر على المطالب اللي ذكرتوهم وبالتاكيد انتم محقين وثم اوضاع اجتماعيه صعبه وربما ايضا هذه مسائل تخضع للتفاوض اكثر منها انه كما قال حسن انها تكون الحسم فيها في بلاتو تلفزي لاشخاص ما عندهمش صفه. لا احنا باش نقولوا لك ياسر ولا شويه ولا ما غير قادرين ان نحسموا الامر هذا. ولكن انا نحب نستغل الفرصه هذه باش نوجه رساله من خلال نقابتكم انتم وللامنيين ايضا. انا عندي الكثير والكثير من الاصدقاء الامنيين وسواء كان اللي يعترضوني في الشارع ولا اللي نعرفهم بصوره خاصه ونعرف انه المهنه هذه شاقه كثيرا. والمهنه هذه فيها العديد من الناس اللي مضحين وللمصادر ايضا وفيها ناس مضحيه وسواء كان في الحدود ولا في الاعتراض للعصابات المجرمه اللي شفناها في المده الاخيره. ولكن فما نصيحه نحب نوجهها لانه ايضا العديد من الناس تحدثوا معنا في هذا راهو بعض السلوكات وخصوصا في علاقه بالشباب والشباب المهمش راهي مصيبه. راهو ناكد لك انه ثم جزء منهم يقول لك انا نمشي مع داعش نتيجة كردة فعل على التعامل اللاموفق غير الموفق معاه في كثير من الاحيان. يجوني بحاره من حمل انفي يقول لي يشدني في البحر ياخذ لي اوراقي ويقول لي اجاني الحق الويت من حمل انفي عنده ستة شهور ما مشيش بحار يقعد بالعامين ما يهبطش لتونس لازم يبطل خدمته ويمشي لا. يمشي غاديكا ويرجع له. العديد من الشباب التعامل وانا نعرف انه الجسم هذا بالتاكيد بدا يكون سليم اكثر من اي وقت ونعرف وثم مجهود كبير في هذا المجال ونحييه الامنيين ولكن ننتبهوا راهو هذايا هو اللي نجم يصعد الاحتقان تجاه الدوله وتجاه اجهزتها ويخلق نوع من النقمه غير المطلوبه في الاوضاع هذه. سي شكري تفضل. اي نوضح لك سي حسن نحن النقابه الوطنيه هي اول نقابه تاسست في تونس وهي النقابه الام والمرسوم اللي خرج نحن لاننا تابعين للاتحاد العام التونسي للشغل نحن نقابه خاصه فصل 11 و12 يمنعنا من الاضراب وهذا القانون ونحن ننفذوه في خصوص الحركه اللي يقول صحيح حركه نوعيه اول مره تصير في تونس امن يعتصم الاعتصام هو كان ذكي قيام
وامام المقرات الامنيه في القصبه خيام امام المقرات الامنيه نظرا كانت ثم عدد التهديدات لتفجير هذه المقرات وهو تعزيز بصفه غير مباشره وصفه ذكيه واحنا في توجهنا الى قصر كرتاج هي رساله كونه راه ما لقيناش حل مع الحكومه ما لقيناش حل مستر شرف توجهنا لاعلى السلطه في البلاد لاجل حل نجاوبك بالنسبه نحكيوا على موضوع الكوربسيون اون جينيرال راه اليوم لازم تحط سياسات وقائيه باش ما تخليش رجالات المؤسسه الامنيه تحد من المشروع هذا اليوم احنا ست سنوات على الميدان نعملوا بمعدل 19 20 ساعه معناها التكوين المستمر اللي باش تاخذ به الاطارات والعوان باش تلزم التكوين المستمر مستحيل وغير ممكن اضافه لذلك امر التكوين معلق عليه وقت نحكيوا اليوم على منح خصوصيه في الاطار هذا راه ما نجيوش نكذبوا على الناس ونقولوا راه باش نعطيك 30 دينار ولا 50 دينار منحه اختصاص امر التكوين واقف لانه ثم عديد المغالطات اليوم نرجع للموضوع هذا لابد اليوم انه تكون ثم سياسات واضحه داخل وزاره الداخليه وقت اللي نحكيوا اليوم يقولوا بيكون اذا فما وعي سي شكري زاد عندك ابو بكر لحظه تو نقول لك الوعي الوعي خاطر اذا كان تاخذ اليوم وتكون في اربع شهور وفي ستة شهور والتكوين القاعدي يكون فاست فود راك ماكش باش تلقى نتائج سلبيه على الميدان راه باش تكون واضحين راه اذا كان انت اليوم باش تكون بسرعه وهذا ما حدث في 2011 و12 و13 وحكينا على ملف التكوين وعلى ملف الانتداب وهذا قلنا نفتحوا الملف هذا ونعاودوا نرجعوه لانه التكوين القاعدي عنده قيمه كبيره وهذا راه ما يكون ثم برامج واضحه اليوم كي نحكيوا على سيد نحكيوا على السيد شرفي وزير الداخليه يقول لك اكس تعين وزير الداخليه شو رايك فيه لا انا اليوم نحكي على البرامج اللي جابها سيد وزير الداخليه شنو هي البرامج شنو هو مشروعه صلب المؤسسه الامنيه اليوم عندنا ست سنوات من بعد الثوره لحد الساعه خادمين احنا فيهم تقريبا نحسبوا في 2020 شنو البرامج اللي موجوده ثم حتى برنامج موجود لا على مستوى التجهيز نخدموا بما موجود وبربي لحظه احسن هو باش نوريك انا اليوم تحكي انت على السلوكيات هو باش نوريك انا ما يوريك الناس فين ظروف تخدم وفين حالات تخدم تفضل يا خويا ربي شد هذه الناس وين تعيش في شارع حدودي هذايا فرضا تاع باب يبات عليها في شارع حدودي هذايا الظروف اللي تعيش فيها الرجال هذايا اللي تخدم هذه الظروف اللي نخدموا فيها وهذا واقع رجالات المؤسسه الامنيه نعيشوا فيه والله يا اسمعني يا شكري يا خويا اسمعني بربي يا سي حسن سامحني كيفاش تحب رجال تحمي في تونس اليوم في الظروف هذيا وفي الاربع فصول واليوم انا مكلف من طرف المنتخب من طرف القواعد هذيا واعطيت مشروع وداخل ندافع على حق العبد هذيا تحب اني نتنازل حقوق الناس هذيا واضح انا شوف بسرعه نحكي راهو كان قرار وطني ما عادش عندنا وقت خويا شكري الحقيقه يعني نحن نتحدث على هؤلاء الناس بكثير من الاجلال ومعرفه لما يعانونهم من قساوة لأداء مهامهم ما فماش كان ما عندهمش أجهزة وما عندهمش كذا تحصيلوا ربي يبارك فيهم وربي يشدنا فيهم والحقيقة هذوكم رجال سجن قديم خليني تقتلونه رجال أسود تحمي اليوم في شريف حدود نحييهم هاي نحيي فيهم نحن انت ماذا هذه بلادنا نعرف امكانياتها ونعرف والناس كلنا هنقاس كل واحد يعني بنصيب ونسبة كانت عم زي يعني انا سؤال صغير فضل. انا عم نسال يعني معنى حضورك الليله في البلاتو هذايا انت شنو المقصود منه انت شكون تخاطب شنو الجهه المساج هذايا اللي تحب تبلغه لشكون وبقصد ماذا شنو نتيجه المرجوع انا رسالتي موجهه لرئاسه الحكومه واللي هي اصدرت البلاغ مش الشعب والزملاء التونسي شعب زملائي عندي لهم رساله والسيد رئيس لا الشعب هكا بتبيعته الخطاب لا الرئاسه ما كلمها توا الرئاسه شوي صعب بتصور لا سي ابو بكر انا ما سخفش الشعب لا يعني على الشعب بصور هذا واقع تعيش الرجال هذيا والرجال هذه هي امنه اليوم متامن في تونس لكن رسالتي اليوم الى رئيس الحكومه سيد رئيس الحكومة أصدرت بلاغا وقلت فيه باش تحصل فيه وقت بهذا شكرا لك رجعت مؤسسة الأمنية وسجنية بقت لف أسلاكهم سجون وسلاح حماية مدنية شرطة وطنية وحرس وطني أنت اليوم أصدرت بلاغ وتلتزم بالبلاغ اللي بفح هذا البلاغ احنا عندنا صحيح مشروع يدنا مفتوحة للحوار ماناش طالبين المعجزات في صورة ما فماش التزام مثلا في صورة ما فماش التزام لا قدر الله لا قدر الله اي طبعا شنو هو معناه المقصود احسن الباب مو سد لا 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 ما هو الواحد يحط بلون بي وبلون ا حاطين البلون بي وبلون كيما يعملوا الاخرين بس احسن حاطين البلون بي وبلون بي وبلون سي شنو هو البلون بي؟ ما بنش باش نقول عليه لكن شوف بس احسن احنا الكراسي اللي نرتاحوا عليها وقت الكوس شوف بس احسن بربي هذه صوره نحب نقولها للناس شكرا هذه كرسي شكرا يرتاح عليه الزميل وقت اللي باش ياخذ بوز بساعه هاي الكراسي اللي عندنا معناش دول الكراسي هذه راهو شكرا شكرا ليك شكرا ليك شكرا حماد اقعد معنا مازال عندنا 10 دقيقه تقريبا باش نحكيو على وسائل على الاعلام باش نحكيو على لحمه الكرومه ناكلوا مذمومه اتهامات الاعلام بالتحامل والانحياز تقرير واحد العربي
يعتبر الإعلام التونسي وخصوصا العمومي من أهم المحاور اللي تصدرت المشهد العام للبلاد منذ الثورة. إعلام ما زال البعض يعتبره بعيد عن ملامسة مشاغل المواطن ومنحاز للحكومة. في الوقت اللي يعرف فيه الإعلام انتقادات من قبل السلطة، حيث عبر رئيس الحكومة الحبيب السيد من جهته أن الإعلام العمومي مش قاعد يقوم بالدور المطلوب منه في الفترة الانتقالية الحالية اللي تعيشها البلاد. الإعلام العمومي مش قاعد يلعب في دوره لازم يلعبوا منها بالنسبة للفترة هذه حساسة الانتقالية في بلادنا، يلزم تدعيمه، يلزم أعطاه إمكانيات، ويلزم حتى هم الإعلاميين زي منها يعيشوا الظرف الاستثنائي اللي تعيشه تونس. خاطر الساعات في بعض الولايات نحسوا كان منها عايشين في قارة أخرى، منها ما مش عايشين معنا. ما يلزم يقولوا السلبي ويزم يقولوا الإيجابي، وذاك دور كبير، لأن الإعلام عنده دور كبير في المرحلة هذه، دور هام وهام جدا. وبدون دعم الإعلام وبدون منها الانتقادات اللي عملها الإعلام راح ما نجمش نقدمه. لكن احنا الإعلام نحبه مستقل، اما نحبه يقول الباهي والخير مع بعضهم الاثنين. وكان الإعلام محل نقد من قبل رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي في خطابه الأخير بخصوص موجة الاحتجاجات اللي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الفارطة. هنالك فلتان يعني إعلامي مبالغ فيه، واستدعاء بعض الأشخاص اللي معروفين بكونهم في عوض اللي يهديوا يزيدوا في الطين يبلى. ماذا بينا يعني نحترموا الأوضاع اللي نحن فيها ونقصوا في هالتهيج، وحتى يعني بعض وسائل الإعلام الخارجية اللي فيها بعض التوانسة على أنهم يمثلوا أحزابهم في الخارج، واللي سلوكهم أيضا كان يعني مش مرضي. بالمقابل فإن عديد الأحزاب المعارضة من جهتها تضع الإعلام في قفص الاتهام بالانحياز للسلطة، وأنها ما توفرش لهم المساحات الكافية للظهور ونقل مواقفهم. وعلى ضوء هذا فقد أدانت الجبهة الشعبية في أكثر من مناسبة ما اعتبرته انخراط بعض وسائل الإعلام المنحازة للفساد في حملة تشويهية استهدفت الجبهة الشعبية ومكونات المعارضة. تحامل وصل ببعض السياسيين لمحاولة فرض وجودهم بالقوة على غرار محاولة اعتصام الهاشمي الحامدي بمقر تلفزة تونسية لحين سماح له بالظهور في برامجها. وما بين الاتهامات بانحياز الإعلام لهذا الطرف أو ذاك واتهامه بغياب المهنية، لاحظ غياب أي إجراءات عملية من قبل الحكومة في إطار إصلاح المنظومة الإعلامية وإعادة هيكلتها. تعليقك على التقرير هذا سعس يوسف؟ ما أولاً هل هو مهني؟ لا مهني، علاش فماش بالتأكيد ما فماش. وعلى كل حال احنا ما زلنا نتعلم باستمرار ولكن لا اعتبره تقريب جيد. اي معناها في الحقيقة توا تصريح السيد رئيس الحكومة هو اللي أثار مشكلة كبيرة داخل الإعلام وخصوصا الإعلام العمومي. معناها سمعنا برشا كلام اللي ممكن حتى توا ما نحبوش نعاودوه. نسألك مثالش، مش من حقه رئيس الحكومة يعطي رأيه وما خدش إجراء مثلا بطرد صحفي أو طلب بطرد صحفي أو قال معاش تدعو سيوس فلوسلاتي مثلا ولا لا، هو أعطى رأيه قال احنا في كذا في كوكب آخر في جزء في قارة. نقول لك أنا نقول لك أنه الحكومة في علاقة بالإعلام، الإعلام العمومي متاحة هي اللي في كوكب آخر. نقول لك علاش، مش الصحفيين في كوكب آخر. شو الإعلام العمومي متاحة؟ أي متاع الدولة، نتاع الدولة مش تاع الدولة، تاع الدولة. الإعلام العمومي هذا الحكومة لأنه طرف في العملية هذه، كيفها كيف البرلمان وتو نتحدثوا على هذا، هي اللي في كوكب آخر. لأنه تو اللي قاعد يصير معناها سواء كان في التلفزة الوطنية ولا في الإذاعات هو اجتهاد، مجرد اجتهاد من الزملاء، ويعطيهم الصحة في ذلك لأنهم يحاولوا يعملوا في ضوابط مهنية فيها نوع من الحيادية في كثير من الأحيان تقترب من الحيادية الحقيقية وتبلغ في كثير من الأحيان الأخرى، ولكنها تظل اجتهادات. وقت اللي اليوم الدولة متخلية عن دورها في تحديد أولويات الإعلام، كيف تتجرأ معناها الحكومة باش تنتقد الإعلام وهي لم تقدم أي شيء لهذا الإعلام؟ ما معناها تحدد أولوياته سيوسف؟ حتى نقول الساعة نسأل أنا كم من ندوة أو كم من برنامج للرسكلة
نظمته الحكومه. خليني في تحديد اولويات السوشيال ميديا. انا نرجع لها قلت للصحفيين من اجل راس كلتهم، من اجل انهم يكونوا مهنيين وما يكونوش في عالم اخر. حتى شيء ما عملت الدوله في هذا المجال والحكومه بالاساس. اثنين، الاولويات المرفق العمومي في كل الديمقراطيات وفي التجارب نتاع سواء كان المدارس الكبيره في الاعلام. الدوله عندها سياسه واضحه في الاعلام العمومي. السياسه الواضحه هذه وتحدثنا في هذايا مع السيد رئيس مجلس النواب، طرحنا له هذا الموضوع، قلنا له راهو مجلس النواب يلزم يتدخل في تحديد سياسه الدوله في مجال الاعلام. تحدثنا مع السيد رئيس الحكومه في لقاء ايضا مع السيد الباجي قائد السبسي، تحدثنا معه ولكن مش ربما بالتفصيل الكبير نظرا لطبيعه اللقاء. سياسه تحديد سياسه الدوله هو ان الدوله من خلال البرلمان والحكومه والهيكاء ونقابه الصحفيين والمهنيين وغيرهم تضبط سياسه تقول انا عندي الاعلام العمومي متاعي حاجتي به لخمسه او سته اهداف مطالب بتحقيقهم خلال خمس سنوات او اربع سنوات، والاولويات هذه تتحدد وفق التالي. اليوم مثلا المشكله الاساسيه اللي تعيش فيها تونس الان هي قضيه الارهاب مثلا. قضيه اخرى هي قضيه التشغيل. اليوم هناك معناها ثوره كامله وانتفاضه كامله للمعطلين عن العمل. بطبيعه الحال ازاء هذه القضايا تحدد المواضيع الاساسيه اللي يركز عليها الاعلام العمومي. بطبيعه الحال يطلب من المرفق العمومي سواء كان الاذاعه او التلفزه انها تبوب اولوياتها وفق الخمسه او سته نقاط اللي مطروحين عليها، من السياسي الى الثقافي الى الاجتماعي الى غيره. والمسؤول الاعلامي والصحفي ورئيس النشره وغيره هو يتكيف مع تلك المطالب ويترجمها الى وقت اللي نتحدث على الارهاب نترجمه الى حوارات، ريبورتاجات، مواضيع مثلا تحقيقات استقصائيه، نترجمها الى غيرها من الانماط الصحفيه، لان هنا ينتهي دور الفاعل السياسي وقت اللي يحدد اولويات الدوله. ينتهي، ما عادش تتدخل وقتها الدوله في مجال الاعلام، تترك المجال للصحفيين وللعاملين في الحق الاعلامي انهم سياسه الدوله في المجال هذاك يعالجوها بحرفيه ومهنيه. معناها سامحني نعاود نلخص خاطر انا يظهر لي هكا ما فهمتش مليح. معناها تجي الدوله الحكومه تقول راهو التلفزه الوطنيه مثلا راهو موضوعها الاول مش وحدها اي اي مثلا اي راهو موضوعها الاساسي اللي لازمها تركز معاه هي محاربه الارهاب، وموضوعها الثاني هو التشغيل، موضوعها الثالث هو ثقافه التسامح مثلا كذا، ثم بعد تشجيع السينما مثلا. هذه معناها سياسة هذه المحاور اللي تطرحها الدولة كأولويات يجب معالجتها في المرفق العمومي. ينتهي بهذه الكيفية هذا يتم بالنقاش يولي إعلام موجه هكذا. لا مش إعلام موجه، لا الإعلام الموجه هو وقت اللي رئيس الحكومة يقيل رئيس مدير عام ولا يعين مدير عام أو يقوم بعمل من هذا، وقت نتحدث على دخل الدولة. البرلمان هو أصل السلطة، واش نقول لك؟ البرلمان هو أصل السلطة والبرلمان متنوع، ما نتحدثوش على الحكومة أنا اللي باش تحدد وتدخل الحكومة، مانيش نتحدث على الحكومة باش تتدخل، نتحدث على برلمان بتنوع، وكما عنده لجنة لصياغة القوانين، عنده لجنة لازم تكون عنده لجنة للإعلام وتكون ممثلة من مختلف الأطراف السياسية هذا من جهة. كذلك عندك الهيئة العليا تحكي على الكونتوني اللي كنت تحكي عليه، تقول في النشرات في البرامج، تعرف النشرات اكتواليتي الاخبار ما ينجموش يخرجوا على غير التوجه بصفه عامه، ما عادش يولي اعلام عمومي. يقول قائل هذا مدخل، سامحني حسن، يقول القائل هذا مدخل لانه الدوله تحط زاد يدها على. انا نسمع في يوسف الحقيقه ويعطي الصحة بهذا الدقة والوضوح ولا يعني لحاته، إنما أنا أقارب المسألة من جهة أخرى. أنا تفرجت في التقرير شوية توا وكذا ويعطي موضوع. أنا الخلاصة شنية؟ أنا نتكلم وكان جيت عندي الحق باش ننصح كبار المسؤولين في البلاد ونقول لهم ابعدوا على القطاع هذا، ابعد على مسألة الإعلام، ما تقول بلهاش. خاصة في وسائل الإعلام، وربما تحت الطاولة يعني في التراكن في الدراشية ما تعرضش للإعلام في خطابات واحدة، لأنه شنو الواقع؟ تو السيد الرئيس الباجي قائد السبسي يعني ينعي على المهيجين والتهيجين وما شاء له ما قال، يعني أنه كذا في الظروف هذه ويدخلوا هم يهيجوا. يا سيدي نحن يا أخي ألم يبلغنا بعد ما أصاب الكون من تفجر اعلامي ومعلومه ما عادش لا يمكن، اللي كان حصرتها هنا في تونس حب تفيد لك من برا، واللي كان حصرتها في البر حب تفيد لك يعني على الانترنت، اللي كان حصرتها على الانترنت حب تفيد لك ما عادش، فما اشياء ما عادش
ما عادش نهائيا. المشكلة وين؟ وراح نتكلموا على الخاص والعام في الإعلام. ما تنجمش تكون مدخل، جاوبني على السؤال، ما تنجمش تكون مدخل حسن أنه تجي الحكومة تحط أولويات الإعلام العمومي. يا ودي تحط مدخل للتحكم في الإعلام. ما تنجمش ما عادش هذا فما مواضيع ما عادش. خلينا نسمع وجهة نظر باش نجموا. على كل حال هي أنا بالنسبة لي فما مواضيع يعني تجاوزناها وهاني كنت يعني شد خاطر هذه أفكار يعني ما تحضر وتغيب راهي. باهي ترجع كي تحضر هو شو معناها هذا راهو المعمول به في مختلف الديمقراطيات في العالم. لأنه الإعلام العمومي إذا تتركه بدون أنك تعطيه الفضاء اللي يشتغل عليه، لأنه مثلا نعطيك أمثلة على ذلك، وأنا كنت نتناقش حتى مع زملاء في الإذاعات وفي غيره غالبا كان بلدان وكأنه في المرفق العمومي مطالب بمحاكاة الإعلام الخاص، وهذا خطأ. وهذا خطأ كبير. نعم. لأنه أدوار المرفق العمومي ما هيش أدوار الإعلام الخاص. الإعلام الخاص يبحث على البوز، يبحث على إشكاليات أخرى، يبحث على الإثارة، يبحث على مواضيع مثلا في من أجل أن يبكي الناس ويستدر مثلا عواطفهم من أجل نسب المشاهدة تكون مرتفعة، وهذا باش يكون عليه عنده تأثير في الببليسيتي. في نفس التوجه يولي على الفاشل. لا 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 مش دوره، مش دوره. هذا علاش قلت لك أنا يتهموا بأنه عليه ويتقال عليه أنه علاش دوره. لا ماهوش إعلام فاشل لانه عنده ادوار اخرى غير ادوار الاعلام الخاص. بالله يا ابو بكر لحظه خليك انا نكمل لك ما فقط احسن خليك كمل الوقت اللي في الاعلام الخاص يبحث على الاشهار العمومي بطبيعه الحال يبحث عن نسب المشاهده وان تكون مرتفعه، ولكن انك في الاعلام العمومي لست مطالب بذلك، انت عندك رساله اخرى وعندك مهمه اخرى. لانه الوقت اللي نقولوا انه الاعلام سلطه رابعه بمعنى، وهذا صار حتى في عهد التركي في تحديد مثلا الأولويات في نشرة الأخبار، شنو الأخبار اللي يعديه الصحفي؟ هل أنه يعدي خبر نتاع رئيس الحكومة اللي قام بنشاط عادي، أما أنه يعدي إشكالية نتاع نقص في قوارير الغاز موجودة في مدينة تعاني من البرد القارس مثلا في كذا، ويعتبر أنه هذا الخط التحريري نتاع المرفق العمومي مثلا هو يقوم على النقطة هذه على تحديد الأولوية في هذه النقطة بالذات. أبو بكر بيتفضل. أنا يا يوسف انا حبيت ان يعني اتواصل معك بتحيه الاعلام الخاص، واقول ان الاعلام الخاص في هذه الخمس سنوات عمل دور خارق العاده وطني في مش خصوصي ايضا، وبدليل نقول لك النتيجه الملموسه انه المشاهدين التوانسه واللي يشوفوا في تلفزهم ما عاد يشوفوا في كذا وفي كذا واللي يقرا في كذا، هذا شيء يحسب للشيء الخاص. الإعلام العمومي الذي لم يتعرف بعد ولم يعرف مهامه وأدواره، وإيش هي المشكلة؟ نحن الإعلام الخاص مفروض يخدم المصلحة الخاصة لأصحابه ولأفكارهم زمن يعني شروط البلاد، والإعلام العمومي يخدم المصلحة العامة، لكن مأساة الإعلام العمومي إلى حد الآن، ومش مسكين الإعلام العمومي لا، لأنه كان عنده يعني رجل أمه مشى رجل أمه فما رجل أمه الأخر جاء حب يعوضه وقال له إعلام العار وحب كذا يدخل عليه كعار. قالوا لا يزينا عاد من العار، نحن مفدينا من العار تو الحمد لله نخدموا بشويه نظافه. يعني وما هذه ما حسلكناها العمليه هذه الا ضربت يعني كذا وقريب يقع اقتحام للمقر هذايا وحاصيله وعانينا اشد المعاناه في ذلك. الان ربما هدات الامور قليلا وبدات تتزن. وعليهم ان يفكروا باتزان في المصلحه العامه التي لا بد ان يؤديها الاعلام العمومي وفق منطق جديد يعني الحقيقه. اما هي الغايه هي وشكرا. هل هو منطق الدوله كما يحكي تو كنت تحكي انت واللي يقول فيه حسن هو متكامل، اما هل انه الدوله هي اللي تفكر؟ لا الدوله تفكر في الاولويات. علاش مش اهل القطاع الكل يفكروا في؟ انا عمري قلت لك ان الدوله اللي تفكر. لا انا الدوله تضع الاولويات. قلت لك سياسه الدوله في مجال الاعلام مش كنا حد ذكرتك الاطراف. نعم. ذكرت لك قلت لك البرلمان، قلت لك ايضا الهيكل، قلت لك المهنه اهل المهنه من نقابه الصحفيين وغيرها، ذكرت لك مختلف هذه الفعل. وقت اللي نتحدث على التلفزه يجب يكونوا ابناء التلفزه ايضا مشاركين في حوار حول اولوياته مثلا في مجال في التلفزه. مختلف هذه الاطراف تتناقش فيما بينها وتتحدد على ضوء ذلك كما قلت. والاولويه الاساسيه راهو ان يجب تكون عندنا لجنه في البرلمان مهمتها الاعلام لكي نشتغل على المحور هذا وتكون عندنا اهتمام بالاعلام ماهوش يكون معناه قبل اللجنه اللي تحكي عليها.
قبل اللجنة اللي تحكي عليها يوسف قبل ما نمشيو للبرلمان، انا نختلف معاك في ثلاثه نقاط. انك اولا اتهمت الاعلام الخاص انه يحب البوز كسوا تلفز ولا اللي هو كما كان يحكي لك احسن كما كان يحكي لك احسن انه يمشي اعلام خاص عنده اكثر حريه ولا اكثر مساحه وباش يمشي يسلط الاضواء على مشكل ولا على حاجه ما انتبهلهاش مثلا الاعلام العمومي ماهيش بوز. ثانيا انت قلت الاعلام متهمه زينه خاطر لا مانيش مش خاطر نخدم لا لا مانيش نحكي هو يحكي في التليفون بربي علاش يا عليه يا ابو بكر ما صدق ربي لقيت معاه فرصه سكت باش نتكلم بربي يا حسن خذ تليفون قدام من عندي خليني نكمل لو كان تسمح يا حسن خليت اسمع شو بالي نقول كيف ضيعت لي الفكره لا ما ضاعت ثلاثه نقاط الاولى سي الاولى الاعلام خير يا سيره لا 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 ثانيه ما زلت مش تو جايه الثانيه تميع في القضيه ثانيا بالنسبه للاعلام العمومي تقول ما يلزموش ينحاز ولا ينسيق كما الاعلام الخاص، مش جريمه انه الاعلام العمومي يتطور شكلا ومضمونا. لا قلت ما يلزموش يمشي كما الاعلام الخاص ويلوج على البز ويلوج، ماهيش جريمه انه الاعلام العمومي يتطور وانه يتقدم على مستوى الشكل ومستوى المضمون. وثالثا قلت في من اول ما كنت تحكي بديت في لي فورماسيون، قلت يلزم الحكومه والدوله تتدخل باش تعمل فورماسيون، معناها كي نسمع رئيس حكومه يقول الاعلام العمومي كانه في المريخ، بعد رئيس الجمهوريه يقول فما انفلات اعلامي وغيرهم السياسيين، كيفاش تحبوا يعملوا فورماسيون؟ معناها يعمل لك فورماسيون نرجع كما قبل، عادي نشاط الرئاسي على اون، عادي نشاط الحكومه بعده اللي هو اللي قد ولا اللي هو واخره، اللي يقول لير ولا معارض ما عادش تجيبوا في بلاتوات كما هكا مثلا. واضح يوسف كيفاش عملك فورماسيون؟ اول حاجه تو نرجع من بعد الى الانتقادات للاعلام الخاص، هذيك موضوع ثاني ماهيش هذا، ربما من حق الاعلام الخاص انه يبحث عن الاشهار وانه يقوم بالعمل نتاعو بالكفاءه اللي يقوم بها الان وفق ضوابط وما الى ذلك مش هذا انتقادنا، ولكن الاعلام العمومي ما يلزموش يبحث على التماهي مع الاعلام الخاص واللي كيفه أو, او 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 لانه الادوار مختلفه ما يقدمش مثلا لا مش ما يقدمش يهديك اسمع لا لا اذا 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 الاعلام الخاص عنده متطلبات معينه وعنده اوبليغاسيون دو ريزولتا في علاقه بالمشاهدين بنسب الاستماع والمشاهده وغيره وعنده اشهار يلزمه يوصل له من اجل التمويل وما الى ذلك. الاعلام العمومي راهو مجعول باش ندفع عليه احنا ك ك ك ك ك دافعي ضرائب باش يقدم خدمه نوعية مختلفة تتفكر بريود حتى في أهدافها. الناس والمواطنين والعبيد وانت عندك كونت فيسبوك وتشوف العبيد قاعدة تكتب ناس وصلوا يقولوا احنا نحيونا تاكس ما عادش نحبوا راه صوتنا مش واصل مثلا في الاعلام العمومي ما عادش نحب نخلص تاكس للتلفزة وتقلب في اكثر من جيل وما زلت تتقال وما هيش ما تقولش حملة مبالغة ومؤامرة ربي مواطنين عاديين ونعرفوهم معناها ناس كي تتكلم لهم مسيسين لا حملة مبالغة ولا مؤامرة اعتصام هنا قدام التلفزة اللي كانوا يسبوا في ابناء التلفزة سيبوا رجع لك هذوكم اللي عملوا اعتصام قدام التلفزه وكانوا يسبوا في الاعلام بصوره عامه وخاصه الاعلام العمومي لانهم فشلوا في تطويعه عينوا عليه من احبوا وما نجموش يطوعوه في الاخير هدوا ببيعه هذوما الاطراف اللي تحكي عليهم خلينا نكمل لك يا زين دونك اللي قاموا بالهجمه هذه انا اعرفوهم كاطراف والى اخره والمواطنين في الحقيقة مش قضيته فهمتني في أنه يدفع للتلفزة لا هذا قانون ومعروف والاقتطاع هذا معروف مش قضية لكن وقت اللي تشوف أنه نسبة المشاهدة مثلا في التلفزة الوطنية في نشرة الأخبار سمعني خالص فيه المواطن راهو للتلفزة ما يجوش حق النشرة الجوية معني في بطبيعة الحال وهذا تأكيد ما يجوش حق النشرة الجوية أكثر من ذلك نسب المشاهدة في نشرة الأنباء الوطنية راهي من أعلى نسب المشاهدة الموجودة في القنوات الأخرى والتونسي يقبل وهذا كما قال حسن لانه اصبحت لدى التونسي ثقه في الاعلام نتاعو يعرف انه الاخبار يشوفها من خلال التلفزه الوطنيه ما يشوفهاش في اي مكان اخر. انا كي ذكرت انه دور الاعلام هو الاعلام العمومي هو غير دور الاعلام الخاص بمعنى انه اذا الاعلاميين يحبوا يحطوا انفسهم سلطه رابعه حقيقيه ويهتموا بمشاغل المواطنين معناها حيث ما كانت فانه ادوارهم هي يجب ان تكون بعيده على ادوار الاعلام الخاص. بعيدة على الإثارة وبعيدة على كل معناها ما المستلزمات نتاع القطاع الخاص كيفاش يلزم يكون الأداء كيفاش يكون هذا اللي لازم نفكروا فيه هذا اللي بين أن يكون بارد وفي نفس الوقت ولا لا نجم أنت تطرح قضايا حية أنا نعطيك مثال تحب ما نعطيك أمثلة ونتوسع في هذا إذا اعتبرنا مثلا اليوم وأنه قضية الإرهاب أولوية يجب أن تعالجها مثلا الإذاعات يلزمني نعمل ريبورتاجات على وتحقيقات استقصائية على الإرهاب اثنين أن نجيب ربما برامج
اللي ما نراوهاش تو ما نشراو فيها. أعطيني شكون يقاوم في الإرهاب في الإعلام العمومي بكيفية سليمة اللي يتحدث عليه في عمقه واللي يجيب أرقام واللي وعي الشباب ويعطيه الأمثلة ونجيبوا أمثلة في بلدان أخرى صارت وميلة برشا وهي زينة حابة تحب نعطيها أمثلة أما مثلا نحب نحب خلينا نرجع للتعاطي الإعلامي مثلا مع الأزمة الأخيرة الإعلام كيفاش يتعامل مع الأزمات الإعلام الأزمات وهذا اللي طرحتوا لي في بداية الحس راهو بالنسبة معناها الاتصال زمن الأزمات هذه قضية تهم المؤسسات مش تهم الإعلام تهم المؤسسات المعنية بتلك الأزمات معناها إذا كان عندك أزمة رأي وزارة الداخلية هي التي يجب أن تبحث مثلاً في أو رئاسة الحكومة أو غيرها المؤسسات مؤسسات الحكم هي اللي تبحث على إدارة الاتصال زمن الأزمات تبحث على الطرق متاعها ولكن الإعلامي لا يعني هذا الأمر بالله نحن نعم. الآن نعيش في أزمات متوالية ومتتالية يعني والمرحلة متاعنا اللي أحب تعيشها البلاد تعيش فيها واللي أحب تعيشها البلاد ستكون موسومة بهذا التوتر وعلينا ان معناها نتعود العيش في هذا المناخ وما نقعدوش يعني معناها اي ريحه تهب علينا تبدل لنا الامزجه نتاعنا يا ودي نعمل امور يعني جديده اثبت ورجل امورك وانا فهمنا تو فهمنا بعضنا البلاد عمليا يعني الخاتم بدات تتوضح الحقيقه وانجلت قريبا شيئا فشيئا وقواها اللي تعمل في المشاكل واللي ما تعملش نعرفها ولذا يعني خلينا مشي كل يوم يعني وبربي شريط الانباء بما انه ذكروا يعني خويا يوسف ويعطيه الصحه وانا اوافقه يعني واحيي الزملاء يعني الحقيقه في شريط الانباء بالقناه الوطنيه انما يا اخي اذتونا ارواحكم يا عملوا لنا نص ساعه ولا ساعه ولا ساعه غير ربع ولا 10 سوايع يعني يا اخي وبربي باش يا اخي هذاك في طار معناها الحبكه الدائريه نتاع يبدا به ويختم به نختم معك يوسف على علم الازمه قلت معناها انه المؤسسات مؤسسات الحكم هي المعنيه بانها تعالج قضيه الاتصال نتاعها في زمن الازمات بضوابط معينه وهذا معروفه تقرر حتى في علوم الاتصال بصوره عامه ولكن الصحفي ماهوش معني بالازمات هذه مش كل ما تقوم ازمه هو يكيف نفسه ويكيف العمل نتاعه على ضوء العين على احداثه ويغطي احداث اخرى ويولي يكيل بميكيالين ومش ادوار الاعلام هذه تماما وانا لا اوافق السيد رئيس الجمهوريه وقت اللي يقول معناها وانا ننزه حتى الزملاء اللي يخدموا في قنوات اجنبيه من انهم يعني ما زلنا نتحدث وكانه الاعلام تحت ايدينا بما فيه حتى فرانس 24 نجم تكون تحت ايدينا ولا غيرها او توا من ادوار الاعلام ان تنتقي الاشخاص لا انا احنا نفهموا هذا احنا فاهمين هذا والناس كلها تعرف هذا يعني هو بيدو وحتى يعني وحتى توفيق مجيد ضر في تكون خايف ودافع على نفسه توا احنا فرانس 24 مشيت مع الجهات الاخرى وبوضوح تبقينا توا ماذا بينا كي لوحه البلاد هذه تركها معانا وخلينا في الهدوء وخلينا يعني في الحبايب حبايب وكذا شكرا جزيلا حسن بن عثمان بارك الله فيك كلمه اخيره حسن لا شوف يعني انا معناها يلزم ثم اشياء لابد من توضيحها رو احنا صحيح ما نقدناش الاعلام العمومي اما من حق ايضا اطراف كثيره اطراف سياسيه كثيره انها تلقى نفسها في المشهد الاعلامي هذا راهو حق مشروع لانه الاكتفاء بحزبين رئيسيين او ببعض الاشخاص هذا راهو معناها سامحني اش معناها تلقى روحها في الاعلام؟ معناها انا واحد يكون قاعد في داره نحن نعيطوا فما احزاب سياسيه اللي عليها الاخرين ماهوش في دارهم تعيطوا لهم بكر كلهم في ديارهم وتعيط لهم لكن على شاطر يعيطوا ولا ما يعيطلوش لا نشاط له لا ايه معك حاجه اخرى او انه ساعات هو انا تقديري يا راي صعبه يا ابو بكر تقديرنا كصحفي لا وزن له فوالا انا معك شوف يا ابو بكر بالتاكيد ثم صعوبه وانا اعلامي في النهايه نحدث فيك ثم صعوبه كبيره لانك في الانتخابات مساله واضحه معناها باش تعمل بلاتو اما حتى في المعايير الدوليه في المجال هذا وقت اللي نحب نعمل بلاتو باش نجيب نجم نجيب اربع احزاب اذا كان جبت اربع اشخاص لازم يكون من الاربع احزاب الاولى مع الحكومه مثلا مع ممثل عن الحكومه وممثل عن جهاز عن معارضة اللي هو الاداره مثلا واربع اشخاص اخرين اللي جاوا الولا الاربع الولا الاول والثاني والثالث والرابع اذا نحب نعمل بلاتو متوازن وما نجيبش العاشر وما نجيبش مثلا كان الاربع الولا في السلطه شنو نجيبوهم هم الاربع الولا من الاربع الولا لا معك عندك معارضه لابد ان تمثل المعارضه مش تمثل الحكم هنا تصبح المعادله اخرى انك مش تمثل الحكم تجيب الاربع شكون من يمثلهم باعتبارهم حكومه وتجيب المعارضه وايضا تمثلها واضح
شكرا جزيلا سي يوسف الوسليتي عضو الخبر الوطني للصحفيين. اي توازن، لابد من توازن في البيت. واضح حاسيوس، بارك الله فيك، شكرا لك زينه زيد، يعطيك صحه. الزميل حسن بن عثمان تحياتي لك، بارك الله فيك، تقابل نهار الاثنين الجاي في الوطنيه الاولى. شكرا على الحضور، شكرا لكم على المتابعه، صباح الخير، بقيت سهره طيبه.